يفتح استاد الملك فهد الدولي ابوابه لاستضافه نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي التعاون والاتحاد. التعاون بلغ النهائي بعد ان حقق فوزا تاريخيا بخمسه اهداف نظيفه على مضيفه الهلال في ملعب جامعه الملك سعود بالرياض. ويسعى ابناء النادي القصيمي للظفر باغلى الكؤوس لاول مره في تاريخه، وهو الذي بلغ النهائي للمره الثانيه بعد عام 1990، والذي شهد خساره الفريق أمام النصر. في الجانب الآخر تأهل الاتحاد للمباراة النهائية من أبواب النصر بعد أن حسم المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي بأربعة أهداف لهدفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. ومع عودة تشيلي خوسيه لويس سييرا إلى القيادة الفنية للاتحاد، عادت الثقة من جديد بين لاعبي الفريق وجماهير النادي، لا سيما وأنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة مع الفريق في نهائي البطولة بعد أن قاده للفوز بلقب البطولة العام الماضي على حساب الفيصل. بمقياسي فهد ريختر المولد يسجل الثاني للعميد. ويأمل لاعبو الاتحاد في مصالحة جماهيرهم بعد سلسلة من النتائج السلبية والمستويات الباهتة في الفترة الماضية أسفرت عن وجود الفريق بمنطقة الخطر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.